إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر من الدروة ضواحي مدينة الدار البيضاء، ومع الواقعة ديال الوفاة ديال الطفل اللي توفى نهار البارح بإثر ضربة ديال ما كي غادي نقولوا لها ضربة متهورة ديال واحد الدرية اللي ضرباتو كي كنقولوا متعمده هكاك، مشات ليه بغات تضربو، ما عرفناش شنو كيفاش غادي نعلقوا على هذه القضيه هذه. فالطفل توفى، الوالدين ديالو في واحد المأساه، يعني كل هذا الشيء ما غادي يحس به غير اللي عنده الوليدات واللي عنده الابناء، هو اللي غادي يعرف القيمه ديالهم، ولا يعرف الا كان ولدك كتشوفه قدامك وكتشوفه كيموت بفعل طائش. غادي نشوفوا الاخت ديال الخالة ديال الام، الاخت ديال الام والخالة ديال الابن اللي توفى الله يرحمه. السلام عليكم اختي. وعليكم السلام خويا. الا بغينا نهضروا على الدري دابا مات الله يرحمه. الله يرحمه، هذاك الشيء اللي كاين. غادي نهضروا على الفعل الطائش اللي كان. راه بصح كما شافوا معنا الناس قبل منه في اللايف اللي كان داز في الاول فاش كنا حدا المصحة، حنا كان عندنا واحد الامل في الله كبير، انه هو كان جاسوس سكتة دماغية ولكن حنا كان باقي قلبه معانا. دابا صافي الله يرحمه راه مشى، دام الأمانة أمانته. واش غادي نقول لك، حنا شواتنا في هاد الدري هذا وقواتنا فيه، وما ما عندنا ما كنت شوف الحالة ديال الناس هنايا، وها انت كتشوف هاد الشيء كامل جا كيواسيه، وحيت عارفين بأن داك الشيء راه ماشي سهل. ولدنا ما دار لا بيديه لا برجليه، ما ضرب، ما رش بالماء، ما دار حتى شي حاجة، غادي قاطع الشانطي دخلت فيه. انا من هذه الكلمه بغيت نوجه نداء. واخا قبل ما نوجه النداء انا غادي نمشي معك، ولكن ديك دخلت فيه واش كانت غير غاده ودخلت فيه؟ عاودوا لينا نتوما. لا ما كانتش غاده. شنو شفتوا في الفيديوهات ديال الكاميرا اللي كانوا مسجلين؟ شنو باش الناس حتى هما يفهموا التفاصيل؟ اول حاجه زاجي يعني كنقدم الشكر لمول القهوه اللي ساعدنا بالكاميرا ديالو ديال القهوه، لانه كل ما كانش هذيك الكاميرا كان غادي يضيع حق الولد ديالنا. هاد السيده هادي كانت غاده في شانطي، ضربوها شي دراري كبار ماشي صغار، ضربوها دراري كبار لان 24 25 عام، ضربوها بالبيض. الفتره اللي هي ضربت في البيض حنا ولدنا كان باقي ما وصلش لذاك الشانطي اللي هو فيه. من بعد ما هي مشات باش دير دوميتور وترجع، حنا ولدنا يلا وصلت الشانطي، قاطع الشانطي. هذا الله اعلم. المهم احنا اللي شفنا في الفيديو انها وقفت، كانت واقفه ومن بعد تحركت بالطوموبيل، دارت دوميتور وكسيرات سور وحده. الشانطي كانوا فيه بزاف تاع الدراري، كان ما يقارب 30 دري في الشانطي، وهي كتشوف قدامها الشانطي عامر، ولكن مشات كسيرات بلا ما تعرف بلا ما تشي حاجه وضربات الدري. الدري طيحتو بموتو، حنا راه واخا دينا المصحه وداك الشيء راه ما كانش فيه الامان. ديتو المصحه قالوا لكم راه الدماغ ديالو توقف. الدماغ ديالو ما توقف حتى اليوم الثاني، اما حنا فاش وصلنا قال لنا بانه راه مهرس 7 شقات في الراس، مهرس في الاضلوع ديالو، مهرس في الفخذ، عنده نزيف داخلي. كانت الحالة ديالو حرجة للغاية. المهم فاش كانت ممكن كانوا بزاف. هذا هو النداء اللي كنت بغيت نوجد للعائلات ديال الدراري كلهم اللي كانوا في الشانطي، انهم كل ما جات في ولدنا كانت غتجي في ولدهم، فولد اي واحد من هذوك الدراري اللي كانوا تمايا كانت غتجي فيه الضربة. هذاك الشيء والدري اللي كان بجنبه كان ممكن يموت بدل ولد اختي. كنوجه للعائلات ديالهم انهم يتقدموا بشكايه ضدها وضد اي واحد متهور اللي كيمشي في الشارع وكيبدا يدهس في عباد الله بلا ما يحس بلا ما يفكر بلا ما يجي في دماغه حتى شي حاجه، بحال انه اللي في الشانطي راه غير حيوانات ولا حشرات. حنا راه تقرحنا في ولدنا. السيده كيفاش فكرات في عقلها؟ ما عرفناش، حنا ما كنعرفوها، ما بيننا بينها علاقه، ما نقدر نقول لك لا راه مشات لولد اختي نيشان. هو قداره قداره راه جا قدامها وصافي، ولكن دريه باقا صغيره قدامها واحد المستقبل، خرجت على راسها وخرجت على عائله وخرجت على بزاف الحوايج. علاش فتره ديال التهور انها ما فكرتش بعقلها نهائيا. والواحد محمد رسول الله. ديالو كيفاش دايره دابا الحاله ديالو؟ الام ديالو في الاول كان قلبه باقي معاه، كانت باقي كتقول لك واخا حنا تنقول لها صافي، ولكن هي كتقول لك واش دابا يقدر يحل عينيه، واش دابا كنقول لها طلب الله معجزه من عند الله انه ينوض. ولكن دابا ملي قالوا لها مات راه صافي، راه حالتها راه ما يشوفش فيها الواحد.
راه صافي منهارة واللي تقول حسبي الله ونعم الوكيل في هذيك السيده وما غاديش تسمح ليها لانها ضراتها بزاف. لا هي لا راجل اختي راه ما قدرش يشوف الولد ديالو من نهار الحادث حتى البارح. البارح من اللي حولوه الهاروشي وقف قدامه لقى راسو انه قدامه باس لي يديه وباس لي راسو وباس لي رجليه وتسامح معاه وعاد دخله ما قدرش يشوفه نهائيا لانه تورط شوى فيه بزاف. محمد رسول الله على قوة الله. الله يرحم هاد الدري يا ربي امين يا ربي امين الله يصبرهم يا ربي ويكون معاهم ويكون معنا حتى حنايا ونقول لها راك ما دريتيش غير واحد الاسره صغيره راك دريتي اسره كبيره. راه انا ذاك الولد كنا كنترجاو فيه بزاف الحوايج ولكن شنو نقول لك حسبي الله ونعم الوكيل. هاد الناس هادي عائلتها يجيو حتى كاع لا كانوا باغيين السماحه ولا بغا يجيو واسيونا يجي يقول لك يبقى ولدكم اشنو بغيتوا اشنو محتاجين حنا ما محتاجينش ماديا. بغيت نتكلم معك على مثال الاذان ان شاء الله واخا انا كنتمنى من كاع اللي كيشوفنا دابا في اللايف انه يترحم معنا على هاد الدري لانه مشى شهيد مشى شهيد عند الله ترحموا معاه على قدر الله واكبر ونتمنى من الجميع زليه فاتحه. خليك معنا الله يرحمه على هذا الاذان هذا الله يرحمه الله يرحمه والديه والديه يا ربي امين. تنقول العائله ديال السيده نقول لك انا اول نهار تضرب فيه او ثاني نهار باش غادي نسمعوا حنا عنده جات سكته دماغيه جات الام ديالها هنايا وهزه واحد البيل عامر بيض وقاسه كتغوت فيهم الباب بدل ما تواسينا جايه كتغوت كتقول لهم شوفوا ولدكم اش دار لبنتي مع ان حنا ولدنا راه ما دار لها حتى شي حاجه راه ما مساهاش ولا شافها حتى في وجهها